كما وناشد رئيس المجلس المحلي لقضاء الدور الشيخ علي الحسان حكومة محافظة صلاح الدين بفتح دائرة للتعويضات في القضاء، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يضطرون للذهاب إلى مدينة تكريت لإنجاز معاملات التعويض، علما أن قضاء الدور من الأقضية المنكوبة وفيه نسبة دمار كبيرة جدا. أنت تدري الدور يعني أشبه بالقضاء المنكوب، احنا قلنا قضاء منكوب ومنفروض أنه يحتسب قضاء منكوب من ناحية التفجيرات الدور والمحلات والدوائر. تدري اللجنة هي صارت بتكريت، أنا يعني أطلب من خلال شاشتكم الكريمة أنه يكون فتح مكتب تعويضات بالدور حتى يخفف عن المحافظة، تكتب وتتجهز من الدور وبعدين تروح للمحافظة بيد شخص واحد، وليس المواطنين هم كل هذا المواطنين بالآلاف، يعني مواطنين عندك من العظيم الحد الدور للمجمع السكني، هذه كلها تريد تعويضات، هذا اللي راح بيته، اللي راح حلاله، اللي راح حديده، اللي راح يعني هذه كلها تدري مواطن يريد اليوم 70% من المواطنين هو قدم على تعويض. فأنا أرجو من حكومة صلاح الدين بفتح مكتب تعويضات بقضاء الدور، وإحنا نعاون هذا المكتب ونكون سند لهذا المكتب كحكومة محلية.